سياسيا وبعد الاضطرابات الموجعة التي تلقتها، اجتمعت مجموعة 19-3 في لقاء مصغر مغلق بمقر حزب العمال لتقييم ردود أفعال الطبقات السياسية والجهات الرسمية لمبادرتهم التي أحدثت ضجة سياسية. وفي هذا الإطار صرح الأخضر بورقع مجاهد وعضو مجموعة 19-3 أنه في حالة فشل المبادرة فعلى المجتمع المدني تحمل مسؤولية كاملة. أحمد مدني رصد التالي. اللقاء هذا هو لقاء فقط تقييمي لما سبق، ما هوش ندوة صحفية نجاوب فيها على بعض الأسئلة ربما ما يش في وقتها. إذا كان المسعى فشل، المجتمع المدني يأخذ مسؤوليته. إلى موضوع آخر الآن، أقيم اليوم الحفل الافتتاحي للمدرسة الخاصة الإنجليزيين بشراغا، وتعتبر المدرسة السابعة لفرع الإنجليزيين المتواجد في الوسط التربوي منذ سنة 1999، والذي يجمع الأطوار التربوية الثلاثة تحت سقف مؤسسة واحدة. صبرين أبو عبلة رصدت التالية. C'est la septième école du groupe scolaire privé Les Glycines qui est répartie sur trois communes, Bouzaréa en premier, Bir Khadem et Chiraga. Voilà, nous avons un lycée qui n'est pas très loin et vous avez dans le groupe Les Glycines plus de 1600 élèves répartis de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale. Nous sommes التربوي الذي يستوفي الشروط الفيزيائية القانونية والتي هي تدخل ضمن احترام ما هو مدون في دفتر الشروط المعد خصيصا لمدارس التربية والتعليم الخاصة.